السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، وحشتوني جدا جدا. النهارده جاي لكم فيديو جديد، عايزاكي تحطي لي لايك للفيديو ده، ولو لسه اول مرة بتشوفيني ومش مشتركة معايا في القناة تشتركي من علامة اشتراك تحت باللون الاحمر وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لك مني كل جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزة اعرفكم على قناة جميلة جدا، صاحبتها شخصية عسولة قوي، اسمها زيزي هوم من بيت زيزي. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس تروحوا تتابعوها بعد ما تخلصوا الفيديو بتاعي على طول. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو. بس حبيبي ده كده شكل القناه بتاعت زيزي اهي، بتقدم وصفات حلوه جدا. اتمنى ان انتوا طبعا تروحوا تزوروها وتقولوا لها ان انتوا جايين من بيت اميره. القناه بتاعتها حلوه جدا فعلا ومفيده، هتستفادوا منها، وهي بنوته عسوله قوي واسلوبها جميل جدا، ان شاء الله هتعجبكم. يلا بقى ندخل على الشغل الجامد اللي احنا عاملينه ده. بصوا بقى اليوم النهارده مختلف تماما، ليه؟ لان ده روتين كده هادي ورايق خالص، علشان انا كنت عاملين روتين مسائي قبلها. الروتين ده انا مصوره بعديه على طول، بس ما كنتش عملت له المونتاج، يعني هو كده نزل لكم متاخر. تمام، انا كنت صاحيه اليوم ده، الدنيا كانت عندي نظيفه تماما، فلما اليوم بكون فيه عامله روتين مسائي ببقى صاحيه بدور على بقى حاجه اعملها تكون انا فعلا كنت مكسله عنها، او حاجه يعني انا ما كنتش واخده بالي منها. الكلام ده كله بتبقى الدنيا عندي حلوه كده، واليوم هادي ورايق ما فيهوش اي حاجه. اليوم ده بصوا انا كنت عايزه اعمل فيه كذا حاجه، يعني من الحاجات اللي انا كنت مأجلاها الوقت اكون فاضيه فيه، منها ان انا كنت عايزه انضف الفرش بتاعه الميك اب بتاعتي، وكمان البيوتي بلندر دي جالي عليها سؤال بتنضفيها ازاي، فانا هعملها معاكم في الفيديو دلوقتي، هتشوفوا طريقه سهله جدا، وكمان هتطلع معاكي يعني الفرش اكنها جديده لسه جايباها من بره. بصوا بقى مزيل الميك اب ده حلو جدا، اسمه جيت فريش من ماي واي، كان في حد مشكر لي فيه وفعلا جبته عجبني. بحط كده على كل بيوتي بلندر نقطه صغيره، وبعد كده ببدا ابلها بس بسيط، وكمان بستخدم بقى لما بحس خلاص ان هي بدأت يعني كده تطلع الحاجة اللي جواها، بستخدم بقى اللي هو الغسول بتاعي ده بتاع غارني. برضو لما بحطه بقى بتبدأ تراغي كده وبتنزل كل كريم الاساسي اللي فيها. انا بشوف ناس بتغسلها بصابون الصراحة، بس انا ما بحبش كده، انا بحب اغسلها بالحاجة اللي انا بستخدمها لبشرتي، يعني بحس ان انا بحافظ عليها بس مش اكتر. تمام، كمان الحركة بتاعت الغسول دي بتنظفها جدا، ما بتخليش فيها اي حاجة، لان الغسول بيطلع اي حاجة من بشرتنا. هنا بقى دي كده الصابونة اللي هي النابولس شاهين دي، لما بيكون فيها مسك فيها كحل او حاجة ما بترضاش تطلع، بمشيها على الصابونة كده بترجع، عايزة اقول لكم اكنك لسه شارياها والله، انتوا هتشوفوا شكلها في الفيديو. الفرش دي ماركة زويا، شعر طبيعي، حلوة جدا. عايزة اقول لكم لو في عروسة بتدور على تجيب فرش ايه، الفرش دي حلوة، انا رشحها لك يعني هاتيها. انك تحطي مزيل ميك اب في الغسيل بتاع البيوتي بلندر ده بيسهل جدا ان هي تطلع كل حاجة جواها، ما بيتعبكيش في التنظيف بتاعها. هنا بقى هنغسل الفرش بتاعتنا، انا جبت طبق كده وحطيت فيه برضو من الغسول بتاع بشرتي اللي هو غرنيه، وبحرك كده الفرشة في أرضية الطبق عشان تطلع كل اللي فيها. طبعا شايفين اللون بدأ يتغير خالص. طبعا أنا ما غسلتش كل الفرش اللي عندي، لأن أنا ما استخدمتهمش كلهم، دي بس الفرش اللي أنا بستخدمها، فدي الفرش اللي أنا غسلتها. تمام، دي كده كانت أول مرة نزلت بس كل حاجة منها، وبعد كده بغسلها مرة كمان علشان أتأكد أن كل حاجة فيها طلعت. برضو هحط من الغسول تاني في الطبق، وبعد كده برضو نفس اللي انا عملته في الاول هعمله تاني، اللي هو هحرك الفرشة في الطبق علشان تطلع كل حاجة فيها، ولو في حاجة ماسكة بايدك كده اتكي عليها هتطلع معاكي كده خلاص. طبعا انت بتتأكدي ان هي نضفت تماما لما بتلاقي لون المية بقى ابيض. الفرش بقى عايزه اقول لكم من الحاجات اللي لازم تهتمي بيها، لان انت بتحطيها على بشرتك، فاي حاجه بنستخدمها للبشره بتاعتنا لازم تكوني متاكده تماما ان هي نظيفه، لان طبعا مع مرور الوقت بتكون بكتيريا، ما بتكونش طبعا حاجه كويسه ابدا ان انت تستخدميها لبشرتك وهي كده. دخلت بقى هنا المطبخ كده، عايزه اعمل بليله، انا مش هعملها علشان افطر بيها ساعتها، بس انا هعملها اخليها عندي في التلاجة، لان ساعات ببقى صاحيه مكسله اعمل فطار، فبدور على حاجه كده سهله وسريعه ان انا اكلها. فالبليله من الحاجات اللي انا بحبها جدا، او الغله انا كنت حطيتها وهنا خلاص كانت دخلت في سوا، فاضيف لها كيس فانيليا وهسيبها تستوى وهطفي عليها، وبعد كده لما بتبرد خالص بدخلها في التلاجة، ولما باجي استخدمها بطلع منها الكميه اللي انا عايزاها وبضيف عليها لبن وبحطها على النار. هنا بقى البراد بتاعي كنت حاطه فيه، بعمل له الدوره بتاعت الخل وملح الليمون علشان ينضف من جوه، وكمان كنت بعملها في نفس الوقت للكاتل. كنت بقى الحاجات دي كانت عندي من بالليل قبلها بيوم، كنت غسلها وسايباها تتصفى. زي ما انتم شايفين الشفشق اللي كنت عامله فيه عصير جوافه في اخر فيديو معاكم، والبيوتي بلندر والحاجات دي، دي اللي انا كنت غسلها وسايباها بتتصفى، فهشيلها وهروق الرخامه علشان انا عايزه اعمل فنجان قهوه.
الدنيا يعني كانت عندي متظبطه الحمد لله في المطبخ، كنت بس بشيل الحاجه اللي كانت بتتصفى فيه مش اكتر. هنا برضو الكاتل عندي كنت عامله له الدوره بتاعه الملح الليمون والخل، دي برضو بتنضفه جدا من جوه وبتخليه الاستانلس بتاعه كده بيلمع ونضيف، ما فيهوش اي حاجه من الترسبات بتاعه المايه اللي بتكون موجوده في الكاتل دي. كمان غسلت البودي بتاعه كده من بره وبسيبه يتصفى، ما بستخدموش ابدا في الكهرباء وهو في ميه كده، بصفيه كويس جدا. وقبل ما بشغله كمان بتاكد ان هو من الدايره الكهربائيه بتاعته دي ما فيهاش ميه خالص، بمسحها بمنديل تاني وبمسح اللي هو القاعده بتاعت الكاتل دي، وبعد كده ببدا اشغله. هنا لمعت الرخامه وكمان الجزء اللي هو الظهر بتاع الحيطه ده برضو اخدته معايا كده. وكده المطبخ كان عندي زي الفل. شايفين بقى لما بنكون عاملين روتين مسائي بنصحى كده هاديين وبنعمل الحاجه مش مستعجلين كده، والحاجه بتبقى خفيفه وسهله مش محتاجه مجهود منك ابدا. بتبدأي تدوري على الحاجة اللي انت كنت مأجلاها وتعمليها في اليوم ده، لانك فعلا ما بيكونش عندك حاجة وراكي في الشقة هتعمليها، فبتستغلي الوقت بتاعك بقى ان انت تبقي مظبطة الدنيا عندك خالص. هنا كنت عملت القهوة بقى هصبها واشربها، وكمان هدخل بقى هغسل معاكم الكتاشي. كان في كذا متابعة قبل كده قالت لي بتغسليها ازاي، انا بعملها دورة في الغسالة، الدورة بتاعت الربع ساعة، وعايزة اقولك ان هي بتطلع نظيفة جدا وهوريكم كمان شكلها بتطلع من الغسالة عاملة ازاي. بصوا بقى انا عندي في الغسالة درجين المسحوق، درج بتاع شطف ودرج بتاع الغسيل، تمام؟ في اي دورة طبيعية انا بحط عادي في الشطف والغسيل، انما في الدورة بتاعت الكتاشي انا ما بحطش في الشطف، لان انا بخلي الشطف ده ان هو ينزل التراب اللي في الكتاشي بس مش اكتر يعني، فما ببقاش محتاجة فيه مسحوق. وبتطلع نظيفة معايا، هتشوفوها عاملة ازاي. هنا بقى مسكت المطبخ كده كان بس محتاج يتكنس ويتمسح، فكنسته كمان لمعته، اهو شايفين السيراميك بيلمع ازاي، مسحته يعني. واول ما ينشف معايا هفرشه. كمان انا كنت مجهزة الحاجة اللي انا كنت هعمل بيها الكيكة، انا كنت في اليوم ده هعمل كيكة كيكة القرفة. عايزة اقول لكم يعني كلمة حلوة او فظيعة دي شوية عليها، انا عايزاكم انتوا فعلا تجربوها وتعرفوا ان هي من احلى الكيكات اللي ممكن تاكلوها. انا كنت مطلعة الحاجة قبلها علشان تكون بدرجة حرارة الغرفة، وده سر من اسرار نجاح الكيكة معاكي، ان الحاجة تكون عندك بدرجة حرارة الغرفة. انا معايا 3 بيضات، كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن، معلقة كبيرة خل، كيس بيكنج باودر، وكيس فانيليا، وباقي الحاجات اللي هي الجافة انا حطاها على جنب دلوقتي. كمان تقدري في الكيكه دي ان انت تستغني عن الخلاط، تعمليها بالمضرب العادي او المضرب الكهربائي عادي جدا، هتطلع برضك معاكي كويسه قوي. بصوا اول حاجه نزلت بيها 3 بيضات وحطيت عليها معلقه الخل، وكمان هحط عليها كيس الفانيليا، وكمان حطيت السكر وهضرب كويس جدا لحد ما تلاقي لون البيض بقى معاكي فاتح جدا كده، والخليط معاكي بقى زي كريمي شويه كده، تعرفي ان البيض بتاعك والسكر اتضربوا مع بعض كويس قوي. هنزل بقى بعديها بكوباية الزيت وكوباية اللبن، وبرده هنضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما نلاقي ان الخليط بتاعنا كله تجانس مع بعض وان المكونات كلها دخلت مع بعضها. انا في الوقت ده كنت مجهزة كوبايتين من الدقيق اهم معاكو، وكمان انا بحب افضي الكيك شيف على الدقيق وانا بنخله علشان يبقى متوزع في الدقيق كله كده وداخل جواه، وكمان بحط ذرة بسيطة خالص من الملح. كمان كنت مجهزة جنبي معلقة كبيرة من القرفة. هقول معاكو تاني المكونات الجافة، كوبايتين كبار من الدقيق بنفس الكوباية اللي انا معايرة بيها باقي المكونات، عليها رشة من الملح وكيس من البيكنج باودر او الكيك شيف، ومعلقة كبيرة من القرفة. هقلبهم كويس جدا مع بعض المكونات الجافة علشان اتأكد ان البيكنج باودر وصل للدقيق كله، وبعد كده بقى هنزل عندي بالخليط بتاعي اللي هو المكونات السائلة او البيض واللبن والزيت اللي احنا ضربناهم في الخلاط والسكر، هنزل بقى بيهم على المكونات دي عندي، وبعد كده هتقلبي بالراحة خالص من تحت لفوق علشان تحافظي على فراغات الهواء اللي احنا عملناها واحنا بندخل الدقيق، لان فراغات الهواء دي هتساعد معاكي جدا ان الكيكة بتاعتك تطلع هشة وخفيفة من جوه ما تكونش مكتومة. قلبتهم بقى كويس جدا كده مع بعض. طبعا هو جاي لكم ان انا بقلبهم بسرعة، بس ده عشان انا مسرعة الفيديو مش اكتر. في الوقت ده انا كنت مجهزة عندي الصينية اللي انا كنت هستخدمها، وكنت حاطة فيها مكعب من الزبدة علشان بس يفك شوية واعرف احركه في الصينية. جبت هنا عندي سباتولا، وبعد كده هبدأ بقى اقلبها في الصينية كلها. هقلب المكعب بتاع الزبدة ده في الصينية كلها او هدهن بيه الصينية، وكمان هبطنها برشة خفيفة جدا من الدقيق. كده الصينية كانت عندي جاهزة، هنزل بقى كده بالكيكة بتاعتي في الصينية.
وكمان ههزها كده عشان اتاكد ان هي كلها سوا واحد، ودخلتها الفرن وهنا كان عدى عليها حوالي نص ساعه. هي اخدت معايا 45 دقيقه على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص. شايفين بقى هنا ما شاء الله بدات ترتفع جدا. كمان كنت بقى طلعت الكاتشي بتاعتي حطيتها في البلكونه اهي، بوريكم ان هي طالعه نظيفه جدا من الغساله، طلعت زي ما انتم شايفين كده وما حطيتلهاش ولا فانيش ولا اي حاجه تانية من الحاجات بتاعت ازاله البقع والكلام ده، هو بس المعيار بتاع المسحوق حطيته في الدرج بتاع الغسيل بس كده. وهسيبهم بقى ينشفوا، وكمان هدخل كان عندي هدوم عايزه تتكوى. شايفين انا اول ما صحيت من النوم الاوضه كانت عندي مترتبه، سويت بس السرير لان انا زي ما انتم عارفين ان انا كنت عامله فيها روتين مسائي، فكانت الاوضه عندي تمام ما فيهاش اي حاجه، زودت بس السرير. وبعد كده بقى زي ما قلت لكم بدور على اي حاجه تكون محتاجه تتعمل بعملها. وهنا طبعا فريق الاستكشاف طلع يشوف في ايه على السرير او في ايه بيحصل في الاوضه. هي كانت واقفه معايا في المطبخ بس انا يعني ما جبتهاش، فهنا دخلت بقى الاوضه تشوف ايه اللي بيحصل الكلام او بتتعلم حاجه تنفعها. بصوا هنا بقى كده، ده المعيار بتاع المكوه بتاعتي، ده اللي بزوده ميه علشان انا هكوي بيها بالبخار فلازم يكون فيها ميه. هي كان فيها ميه من الاول انا بس زودتها، فهسيب باقي المعيار معايا هبقى ازوده بعدين. المكوه بتاعتي مينتا كنت مشكره لكم فيها جدا قبل كده، هي فعلا جميله جدا، لحد دلوقتي ما شفتش منها اي مشكله خالص. بالعكس هي يعني اول ما بتحطيها في الفيشه بتسخن، وكمان الخاصيه طبعا بتاعه البخار فيها حلوه جدا انها تكون بتكوي بالبخار. مينتا يعني معروفة وغنية عن التعريف ان انا اتكلم عنها، فزي ما بقول لكم ان هي كويسة معايا جدا. شايفين بقى انا كده كويت وعملت كيكة وعملت بليلة وعملت حاجات كتير جدا، وكمان يعني مش حاسة ان انا عملت مجهود اليوم ده، بس اللي انا حاسة بيه قوي يعني ان انا حاسة ان انا زوجة صالحة سيكة كده، لان انا بدأت بقى اكوي. لو حد عايز يكوي انا باخد على البنطلون والقميص 5 جنيه بس، طبعا اسعار رخيصه بس يعني مش عارفه هو هيدفع ولا لا، ما علينا يعني هو لو ما دفعش انا مش هكوي تاني. بصوا بقى المكوه يعني انا مش محترفه فيها قوي، فدي مش هعرف افيدكم فيها ولا اديكم نصايح فيها، يعني انا على قدي خالص بكوي كده الحمد لله. ويا ريتني ما قلت له ان انا بعرف اكوي، لان انا بقيت كل يوم دلوقتي زي ما انتم بتشوفوا ان انا مطلعه الترابيزه بتاعه المكوه وبكوي وادينا بنتعلم. المهم بقى كان في سؤال متابعه سالتوني كذا مره قبل كده، طبعا احنا دلوقتي مش في فقره غسيل المواعين بس انا هرد عليه. السؤال ايه؟ السؤال ان هو بتتصرفي في بواقي الاكل ازاي لو اسره صغيره. بصي انا بواقي الاكل اصلا انا من الاول وانا بعمل الاكل ببقى عامله اقل كميه ممكنه ان انا اعملها، ببقى انا شايفه ان هي قليله علينا، لان اللي انا ببقى شايفاه قليل ده هو اصلا بيطلع كتير تمام. فلما بيفيض مني طبق ولا حاجه، اولا انا بغرف على القد علشان ما رجعش حاجه في الحله، لان انا لو رجعت حاجه مثلا في الحله مش هعرف اكلها، فبغرف على قدنا ولو احتاجنا بزود تاني، دي اول حاجه. فطبعا لما بتكوني انت محافظه على الحاجه ان هي نظيفه انت ما لمستهاش او ما خدتيش منها تبقى الحاجه عندك كويسه. لو لقيت في اكل اتبقى مني اول ما بيبرد بروح جايه مدخلاه التلاجة، تاني يوم بعمل جنبه طبق سلطه، او بعمل مثلا بحط شيبسي، كمان ببقى شايله عندي بانيه في الفريزر انا مجهزاه للاكلات اللي هي مثلا هحطه جنب اكل، او كفته زي ما انتم شفتوا قبل كده ان انا كنت بعمل كفته واخدت منها الزياده حطيته في الفريزر، قلت لكم ان انا هزوده جنب اكل. فدي كده اول حاجه ان انا بكون طبعا محافظه على الاكل نظيف لانه يشجعني ان انا اكل منه تاني يوم. تقدري بقى تحمري مثلا جنبها طبق بطاطس، لو مثلا عندك فراخ متبقيه ممكن تقطعيها وتعمليها شاورما، تقطعي لها فلفل الوان ومش عارفه ايه وتعملي لها تتبيله كده وتحوليها ان هي تبقى شاورما. المهم ان الاكل عندك تكوني محافظه عليه ان هو نظيف، فتقدري ان انت تزودي عليه اكل تاني يوم او تظبطيه بحيث ان انت مثلا تعملي منه اكله تانيه تمام. بس اكل ما ينفعش نرمي اكل خالص لانه هو حرام، وانا سالت السؤال ده كذا مره فقلت اجاوب عليه، يا رب المتابعه اللي تكون سالتني عليه اكون قدرت اجاوبك باستفاضه عليه. بس كده هنا دخلت بقى طلعت صينيه الكيكه، هي واخده وش محمر شويه، ده علشان انا كنت فاتحه الشوايه من فوق في الاخر لان انا هقلبها، فبحب شويه ان هي تبقى زي يعني مقرمشه سنه بسيطه كده من تحت. شايفين بقى لونها ذهبي وحلوه ازاي، جميله جدا. عايزه اقول لكم هشه جدا جدا من جوه وخفيفه قوي،
وريحتها في الوقت ده والله العظيم فعلا كانت قلب الشقه حرفيا. انتوا عارفين ان ريحه القرفه بتكون حلوه جدا خاصه لما بتدخل في الحلويات. عايزاكم تجربوا كيكه بالطريقه دي. لو انتي مش عايزه تزينيها تقدري تكتفي بس لحد الخطوه دي. انا بقى كنت حابه ان انا زينها فجبت سكر بودر وكمان جبت عندي اللي هو الماجيك بتاع الصوص بتاع الكراميل ده هزين بيه برضو. السكر بودر ده لما تتحط طبقة على الوش كده هيديها طعم حلو جدا. كمان لازم بس تاخدي بالك ان انتي ما تحطيش السكر بودر ده وهي سخنة لان هي هتشربه ومش هيديكي شكل ده لو انتي عايزة شكل برضو. فلازم تبرد خالص زي كده وبعد كده تبدأي تزينيها. جبت بقى عندي مصفى صغيرة دي كده وهبدأ اخد بالمعلقة سكر وبعد كده هرش كده طبقة خفيفة خالص لان انا ظبطت السكر بتاعها جوه الكيكة فمش عايزاها تسكر مني قوي. هرش بقى كده طبقة خفيفة خالص وبعد كده هبدأ ازين. تقدري تعملي باي شكل انت عايزاه. ممكن تحطي معلقة وشوكة في النص قبل ما تبدأي ترشي السكر وترشي عليهم السكر وتشيلي الشوكة والمعلقة هيدوكي رسمة الشوكة والمعلقة في النص. برضو ساعات كنت بعمل كده هتديكي شكل حلو قوي. برضو تقدري تزيني يعني باي طريقة انت عايزاها او انت حباها. هنا بقى كده هرش السكر بتاعي بس هو كان مش مطحون كويس لان انا اللي كنت طحنه على فكرة ما كنتش متكية عليه كويس قوي فحسيته كده بينزل يعني بصعوبة شوية. حاولي بس وانتي بتعملي الكيكة دي ما تزوديش القرفة قوي علشان ما تقلبش منك على حجازية وما تديكيش طعم الكيكة تروح في حتة تانية. فخدي بالك بس من النقطة دي ان انتي ما تزوديش معاكي القرفة قوي في الوصفة دي. خلاص بقى هنا كده خلصت الطبقة بتاعت السكر. هبدأ بقى امسك الصوص بتاع الكراميل ده وهمشي عليها كده بشكل عشوائي. انتي تقدري طبعا تعملي باي شكل انتي حباه. انا حبيت اعملها كده بشكل عشوائي يعني. وكمان هبدأ بقى اضيف لها عين الجمل. زي ما قلتلك التزيين ده حسب الرغبة. لو مش عايزة تزينيها خالص هي برضو هيطلع طعمها حلو جدا. وده كده شكلها بعد ما خلص. طبعا شايفين شكلها حلو جدا وعايزة اقول لكم اللي احلى من شكلها طعمها وريحتها. عاوزاكم بقى تجربوها وتبعتولي وتوروني ابداعاتكم كده. بعتولي الصور على الفيسبوك او على انستجرام هسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف تحت. وكده انا كنت خلصتها وخلاص. وكمان خلاص هشيل بقى المكوى اللي انا كنت كويتها. بوريكم اهو ان انا شطوره وكويت حلو. هشيل بقى المكوى دي وخلاص كده الفيديو بتاعي هيكون خلاص النهارده. اشوفكم فيديو جديد. اشوفكم على خير. مع السلامه.